واش كان اذا قرار ديال تحرير المحروقات اللي نيض عليها صداع كامله في محله؟ دابا شوف التحرير كان خصو بزاف ديال الشروط، ما يمكنش دير التحرير وطلق المغاربه يبداو ياكلوا فيهم، بداو ياكلوا فيهم مجموعه ديال الشركات. انا ما متفقش عليه بهذيك الطريقه. كان على التحرير ان يدرس، كان على التحرير انه يدار بناء على سياسات عموميه نعرفوا المغاربه شكون هما، شكون اللي تيربح 2000 درهم وتيركب في الموتور، شكون اللي عنده التريبورتور، شكون اللي ما عندوش، شكون اللي عنده ونحددوهم، وهذا خصو يعطي قده وهذا ياخذ قده وهذا كذا. انا ذاك نمشيو للتحرير، ماشي للوزير. الوزير ما كانش، التحرير كان متسرعا وما كانش مبني على اسس وهلك المغاربه. ما كانش الضغط ديال صندوق المقاصه، ما كانش الضغط ديال كلفه صندوق المقاصه. صندوق المقاصه، شوف صندوق المقاصه راه حنا قلناها كاينه كلفه، راه غير الضغط ديال الكلفه. وراه حنا ادينا هذا العام راه 40 مليار، راه حنا ادينا. لان شوف دابا اليوم شنو هي الاليه اللي عندك، شنو هي الاليه اللي عندك باش تعطي للمغاربه الدعم؟ شنو عندك؟ عندك صندوق المقاصه، وراه حنا كنعطيو به ولكن خص، كان المفروض ان التحرير يكون بناء على واحد المعرفه دقيقه بالوضع الاجتماعي للمغاربه. واش ما كاينش امكانيه لمراجعته اليوم؟ دابا شوف السي بالقاسم، شوف دابا انا فاهمك مزيان شنو باغي تقول. انا فاهمك السي بالقاسم، انا رجل واقعي، انا اعالج المشكلات، انا عندي مشكلات اعالجها باش بسياسات عموميه وبالامكانيات اللي كاينه متوفره عند الدوله. تنعطيك الراي ديالي، تنقول لك اليوم باش نعالج معضله اجتماعيه معينه شنو خصني دير. اليوم المغاربه خصنا نعرفوهم نحددوهم، اللي عنده خص الدوله تعطيه، واللي ما عندوش خصو يتحمل، واللي عنده خصو يتحمل، واللي ما عندوش خص الحكومه تعطيه والدوله خصها تعطيه. هذا الشيء خصنا نوصلوا له باش عبر معرفه دقيقه للنسيج الاجتماعي ديال المواطنين المغاربه نهار نوصلوا لهذا الشيء هذا. لان اليوم كتقول لي القفه، المغاربه كاع اليوم مأطرين بالقفه، كاين اللي كاع ما كيعرفها كاع، فراس كاين اللي ما كيعرفش شنو هي القفه كاع. والله الا كنعرف انا كنعرف اكثر منك وبحالك، ولكن كاين والله ما كاين اللي كيعرفها بالله، وكاع هذا النقاش ما عندوش في الدماغ ديالو. الله يزيدو حنا ما كنقولوش لو كونتخي، حنا بغينا المجتمع ديالنا يكونوا فيه رجال اعمال ويكونوا فيه موظفين ويكونوا فيه مهنيين، ولكن كاينين الناس مزيرين في هذا الموضوع هذا. لذلك الحكومه هي مسؤوله على الموارد ديال الدوله، خصها تصرف فيها بعقلانيه، وخص داك الشيء يمشي باش نخدموا الناس اللي ما عندهم. علاش عطينا النقل المهني؟ علاش داك 5 المليار؟ علاش؟ لان شكون اللي كيركب في الطوبيس؟ شكون اللي كيركب في الطوبيس؟ شكون اللي كيركب في الطاكسي؟ شكون اللي كيهز ديك القفيفه ديالو كتجيه صندوق ديال مطيشه من اكادير ولا من انزكان ولا من كذا؟ هذا علاش عطينا هذا الدعم وما عطيناش للشركات؟ قلنا اللي كيهزوا للاغيار، ما اللي عنده شركته وهو عنده الكاميو ديالو يتحمل التبعات ديالو هذا، لانه هذا في الغالب غيدخلوا في لي شارج ديالو. طيب واحد، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.